السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من تراب عمالة صخيرة تمارة، بالضبط بواحد المنطقة في النواحي ديال الجزائر، مدينة الفردوس عين عودة. مدينة الفردوس تابعة للجماعة ديال عين عودة. مدينة الفردوس كتعاني من مجموعة من الأمور، أكيد كاين مجموعة من النقاط الإيجابية واللي كتبشر بالخير واللي استبشرات مع الساكن الخير، لكن كاين واحد الاهمال في واحد الاتجاه اخر واللي خاص التدخل العاجل، خاص تدخل عاجل. والصوره غنيه عن كل تعليق، الصوره غنيه عن كل تعليق. كما كنشوفوا هنايا الطريق هبطات ربما مده طويله، دابا ما فهمتش شنو كيتسنى هاد الناس، واش تيتقلب شي واحد هنايا، واش تيموت شي واحد هنايا. عاد نشوفوا شنو نقدروا نديروا. هانتوما كما كتشوفوا الامور هنايا، هانتوما الدنيا كاع تحفرات هنايا، كاع هبطات، ما فهمتش شنو كيتسناو هاد الناس هنايا. كنتمناو من الله يكون التدخل في القريب العاجل. عندنا واحد المؤسسة هنايا في الجنبات، واللي أكيد الموسم الدراسي جديد ربما غادي يقراو فيها الوليدات. شوفوا هنا الطريق كيفاش دايرة، كاينين شي حويجات بساط إلا دارو كيبين واحد الخدمة نقية، وكاين شي حويجات إلا ما داروش وبقينا كنشوفوهم فكيدلوا المستوى وكيدلوا على العمل اللي كتقوم به او اللي كيقوم به المسؤول اللي تابع ليه التراب هذا. فراه عيب وعار، ربما في مناطق نائيه وسط الجبال والناس كما كنقولوا معزولين ما عندهمش بحال هذه الحاله هذه، وعلى الاقل نبهنا لها المره الاولى، نبهنا لها المره الثانيه. اذا كان بنادم خاصه يتشوه الامور عاد تقعد، فراه عيب وعار، عيب وعار نشوفوا بحال الطريق هذه في تراب عمالة صخيرة التمارة. ورغم التنبيه ورغم الانذارات يعني اللي كنوجهوا، الا انه ما كاينش اداني صاغيه. شنو كيتسناو هاد الناس؟ الله اعلم. واش تيتقلب شي واحد هنا او لا تيموت شي واحد هنا ويحضروا فيها رجال الدعاره والوقايه المدنيه، وديك الساعه عاد نديروا واحد البارير من هنايا من الفوق وبارير من التحت ونحبسوا الطريق. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. حنا راه ما ضد حتى شي واحد، والهدف ديالنا هو نشوفوا الاصلاح. هانتوما كما كتشوفوا شحال هابطه الارض هنايا، انا دابا كنحاول نهبط التليفون نقادو مع الارض، فالارض هانتوما كتشوفوا شحال هابطه هنايا، والصوره غنيه عن كل تعليق. كنتمناو من الجهات المسؤوله دير خدمتها، كنتمناو من الجهات المسؤوله دير خدمتها. الله يرحم الوالدين، كارثة والله حتى كارثة بالله. الموسم الدراسي الجاي راه كاين هنايا، الناس راه كتبني، الناس راه كدوز للمنازل ديالها هنايا. مدينة الفردوس المدينة النموذجية هنا في الزاوية اللي في الجهة الشارع التحتاني، يعني الزاوية الغربية. كنتمنى من الله انه يدار الحل في القارب العاجل.